السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت من ندير إعجاب لهذا الفيديو ودير اشتراك في القناة باش تشجعوا القناة تزيد لقدام وتعاون التلاميذ اللي عندهم مشكل في بعض الدروس اللي غادي يكونوا إن شاء الله واللي كاينين في هذه القناة. غادي نهضروا على في هذا الفيديو كما كتشوفوا على لي تيب دو فراز. لي تيب دو فراز يعني انواع ديال لي فراز، الجمل اللي كاينين في الفرنسيه، يعني دوك لي فراز اللي كيقراوهم التلاميذ ديال لي نيفو المستويات، غالبا لا كاتخيام الى سانكيام الى سيزيام اني دو ليكول بريمير ديال الرابع الخامس السادس ابتدائي. غالبا كتلقاو هاد لي كاتر تيب دو فراز من الرابع، كيبداو من الرابع، ممكن يكونوا انتيغري في التالت، يعني يكونوا مدموجين في التالت ولكن بطريقه غير مصرحه، بمعنى ما فيهمش التمارين و يعني ماشي بطريقة صريحة كما نقول. إذا بالنسبة للي تيب دو فراز أو أنواع ديال الجمل اللي كاينين، كاينين أربعة ديال لي تيب دو فراز اللي هي كاتر تيب دو فراز. غنشوفو لا فراز، كل فراز، ونشوفو ليكزومبل ديال الجملة، ونشوفو كيفاش كنعرف هاد الجملة وكيفاش غادي نعرفها من بين جمل اخرين، يعني كيفاش نحدد لو تيب ديالها، يعني النوع ديال هذه الجمله من بين وهي كاينه من بين جمل اخرين، سواء في التمارين ديالنا في القسم او لا في ديزيكزامان الامتحانات ديالنا اللي نكونو كندوزو امتحان، يعني الفروض او الامتحان الاشهادي الى اخره. الوغ غنشوفو اول نوع اللي هي لا فراز ديكلاراتيف. باش كنعرف لا فراز ديكلاراتيف، اذا اعطاني استاذي او استاذتي دي فراز، و انا خصني نحدد من بينهم فينا هي لا فراز ديكلاراتيف. الوغ لا فراز ديكلاراتيف مثلا غنشوفو باغ اكزومبل لي زونفون جو dans la cour de l'école. Je répète, les enfants jouent dans la cour de l'école. Alors, هذه une phrase, هذه جمله. جمله كيف كنعرفوا في الفرنسيه لا فراز كتبدا بماجيسكول، بمعنى كتبدا بحرف كبير كما كنشوفوا تما لا لتر ال، الحرف الاول ال ماجيسكول، وكتسلب ان بوان. هاد لو بوان يقدر يختلف، مثلا هنا في لا فراز ديكلاراتيف ديما كتسلب بوان، نقطة، مفهوم؟ الوغ كتسلب بالنقطة، النقطة كيف كتشوفو في ديك الجملة الأولى. الوغ لي زونفون جو دون لا كور دو ليكول، إلا جينا نحلو هاد لا فراز غنلقاو بأننا عندنا لو سوجي اللي هما لي زونفون، بمعنى هادوك اللي كيقوموا بالفعل في هاد لا فراز، سو كي فون لاكسيون. كي لاكسيون؟ لاكسيون سي جو، لاكسيون هو لو فيرب ديال لا فراز، هو الفعل ديال الجمله اللي هو جو. لي زونفون جو دون لا كور دو ليكول، الاطفال يعني يلعبون. اذا الفعل ديال هنا الشيء الذي يفعله هؤلاء الاطفال هو اللعب، يلعبون. اذا هاد جو الكلمه الثانيه هي الفيرب ديال هاد لا فراز. اذا هاد الجمله كتبدا بالسوجي الفاعل اللي هما لي زونفون، وتابعوا الفيرب. الفيرب غالبا كيعرفوه التلاميذ بدوك لي تيرمينيزون، مثلا جو كيتساب او ان تي، علاش؟ حيت لي زونفون بلوريال جامع، كنهضروا على اطفال ماشي طفل واحد. الوغ هنا غير كنخبروا بان لي زونفون الاطفال، لي زونفون جو دون لا كور دو ليكول، اطفال يلعبون في الساحه. اذا هذه معلومه نعطيها. الوغ
La phrase déclarative, كنقولو, elle donne une information. La phrase déclarative, هي كتعطي معلومة. غير كتعطي معلومة. يعني ماشي سؤال, ماشي تعجب, ماشي حاجة. Alors, غير كتعطي معلومة. إذن هاد الجملة, les enfants jouent dans la cour de l'école, كتعطينا معلومة بأن الأطفال يلعبون في الساحة, هما في الساحة كيلعبون. إذن هادي معلومة. بحال إلا كتخبر شي واحد بشي حاجة شفتيها مثلا وكتعلق عليها, هذا كيدير هاد الشيء. نمشيو للنوع الثاني. ألوغ هاد النوع سميتو لا فراز ديكلاراتيف. نمشيو للنوع الثاني اللي هي لا فراز انتيروغاتيف. لا فراز انتيروغاتيف هي سهلة نجبدها من بين الجمل, سهلة دغيا نتعرف عليها. نشوفو المثال. بوركوا تي جو en milieu de la rue. Pourquoi tu joues en milieu de la rue? لماذا تلعب وسط الطريق؟ هذه الفراز هي une phrase interrogative. إذن لماذا تلعب وسط الطريق؟ إذن هذه باينة بلي سؤال. Alors la phrase interrogative هي سؤال. كنقولو في فرونسي elle sert à poser une question. هي il se termine par un point d'interrogation. هي كتسبب واحد النقطة ديال استفهام, هذيك العلامة ديال استفهام دائما. يعني ما كاين حتى شي جملة أخرى اللي تقدر تنافس لينا هذا النوع, يعني تاخذ ليه ديك علامة استفهام. هذه الفراز الوحيدة اللي كتسلا بلو بوان دانتيروغاسيون, بالعلامة استفهام. إذا ما يمكنش تخلط ليا مع شي نوع آخر. واخا ما فهمتش المعنى ديال الجملة مثلا, إلا شفت جملة كتساب علامة استفهام غنعرف بأنها لا فراز انتيروغاتيف. هاد النقطة ديالها علامة استفهام كتسمى ان بوان دانتيروغاسيون. ولا فراز قلنا إل سير ا بوزي اون كيستيون. La phrase, la jumla, l'istifhamiya, هي كتعطي سؤال, كنعطيو بها سؤال. نمشيو للنوع الموالي اللي هي la phrase impérative. La phrase impérative, نشوفو l'exemple. مثلا mange ton petit déjeuner. Mange ton petit déjeuner. تناول فطورك. إذن إلا شفنا مزيان شنو كنفهمو هنا؟ كنفهمو أن هناك أمر, كنعطي واحد الأمر مثلا لواحد الطفل, كنقول ليه مونج طون بوتي ديجوني. ألوغ لا فراز إمبيراتيف إسير أ دوني أن أوردر, كتعطي أمر ولا أن كونساي ولا نصيحة ولا انتيردير كيلكو شوز, كتمنع شي حاجة. ألو انتيردير كيلكو شوز, كتمنع شي حاجة. باش كنعرفها كتمنع, يعني كتبدا بديك نو با. مثلا نو توش با او فو, لا تلمس النار. هنا كتمنع الطفل مثلا انه يلمس النار. ولا فراز امبيراتيف هي كتبدا بلو فيرب, كتبدا بالفعل. يعني كتقول لشي واحد دير, شنو غيدير؟ كتقول له مثلا مونج, كل او تناول, كل الفطور ديالك, تناول فطورك. الو هنا كنعطيوه اما امر او نصيحه. مثلا برون تي ميديكامون, كتقول لشي واحد تناول أدويتك. ولا أي أمر مثلا, فيرم لا بورت, أغلق الباب. هادو أمثلة مثلا ديال لا فراز امبيراتيف. لانتيرديكسيون بمعنى المنع, كتقول لشي واحد نو, كتبدا بديك نو ان او وكتجي من عندها اما با ولا نقدر نلقى كلمة اخرى. المهم ديك نو هي الاولى كتكون
دائما في الاول ديال الفخاز يعني اللي كتعبر على الانتيرديكسيون المنع. اذا سواء كانت كتعبر على ان اوردر الامر او ان كونساي نصيحه ولا انتيردير بمعنى المنع فهي كلها اون فراز امبيراتيف. اذا لا فراز امبيراتيف هي كتبدا بالفيرب وكتسالى اما بوان ديكسكلاماسيون ولا بوان. هي غالبا كتنتهي اما بنقطه بوان ولا ان بوان ديكسكلاماسيون بمعنى نقطه تعجب. وقلنا انها كتبدا باللو فيرب. نمشيو للنوع الرابع والاخير عندنا هنايا اللي هي لا فراز اكسكلاماتيف. لا فراز اكسكلاماتيف يعني جمله تعجب كما كيقولوا شي وحدين، ولكن هي ماشي دائما تعجب. غنشوفوا شنو هي لا فراز اكسكلاماتيف. او نو زافون ايسي ان اكزومبل. المثال اللي عندنا هنا هو كيل بيل فواتور، يا لها من سيارة جميلة. شوفوا شنو كاين في الاخر. سيت فراز سو تيرمين بار ان بوان ديكسكلاماسيون. هذه الجملة تنتهي بنقطة تعجب، يعني ديك الشرطة وتحت منها نقطة. هاد لافراز سير ا اكسبريمي ان سونتيمون. النوع ديال لافراز اكسكلاماتيف هي كنعبروا بها على واحد احساس، ماشي دائما تعجب في شي حاجه، ولكن ممكن يكون احساس ديال لا جوا الفرح، لا كولير الغضب، لا بور الخوف، لا بيتي يعني كنقولوا الاسى يعني الحزن على شي واحد مثلا كنتاسوا ليه، لادميراسيون يعني الاعجاب كنبرو الاعجاب بشي حاجه مثلا كنقولوا كال بيل فواتور، هذه لادميراسيون يعني يا لها من سياره جميله بمعنى عجبتنا هذه السياره. الوغ لا فراز اكسكلاماتيف هي دائما il se termine par un point d'exclamation. هي كتنتهي دائما بديك نقطة التعجب، يعني بديك الشرطة وتحت منها نقطة، هذه هي لا فراز اكسكلاماتيف. ولكن هذه ممكن تخلط ليا مع لا فراز امبيراتيف، كيفاش غادي نفرق بيناتهم؟ إذا قلنا لا فراز امبيراتيف هي كتبدا دائما بفيرب، ان فيرب على امبيراتيف، واحد الفيرب واحد الفعل أمر. بينما لا فراز اكسكلاماتيف لا، ما كتبداش بالفيرب، وانما تقدر تبدا مثلا ديك كال كما عندنا في هاد لا فراز ديال كال بيل فواتور ولا كو ولا كيسك. هادو هما التعابير اللي تقدر تبدا بهم لا فراز اكسكلاماتيف وفي الاخر نقطه تعجب بوان ديكسكلاماسيون. اذا ما يمكنش تخلط ليا مع لا فراز امبيراتيف. إذن إلا بغينا ندير واحد خلاصة لهذا الشيء كامل اللي قلنا، ممكن نقولوا أنه عندنا أربعة ديال لي تيب، كاتر تيب، أربعة ديال أنواع ديال لي فراز، كاتر تيب دو فراز، اللي هي لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز انتيروغاتيف، لا فراز امبيراتيف، لا فراز اكسكلاماتيف. La phrase déclarative qui donne une information. La phrase interrogative sert à poser une question. Quand tu as la phrase interrogative est un point d'interrogation. La phrase impérative est un ordre ou un conseil ou une interdiction. Quand il y a un ordre ou un conseil, سميتها لا فراز امبيراتيف وكتبدا بفيرب وكتسلم اما بنقطه او نقطه تعجب، اما بوان و ان بوان دان ديكسكلاماسيون. واخر نوع اللي هي لا فراز اكسكلاماتيف قلنا كتعبر على شي احساس، اما اعجاب راه كنسمعوا هاد غير من الجمله، القراءه ديال الجمله
كنفهموا بان هناك اما اعجاب ولا خوف ولا هذا. مثلا كيل بيل فواتور، اذا باين هنا بغيت من الصوت بانه عجباتنا. اذا كنتمنى ان الدرس ديال لي تيب دو فراس نكون قربته لكم شويه، ولا يوفق وليداتنا. وما تنساوش ديروا اعجاب للقناه وشكرا.